على اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو شهر التوعية في أكتوبر عموما نحاول رفع الوعي المجتمعي. في جملة الأعراض التي توجب على المربين أو على المعلمين أو الوالدين الانتباه إليها في سن مبكرة حقيقة، يعني ثلاثة مناطق أساسية. المنطقة الأولى هي منطقة نقص الانتباه أو التركيز في الأوقات التي يجب على الطفل أو يتوقع منه أنه ينصت ويستمع لكي تعطيه رسالة بأمر أو بشيء تفاعلي أو حراك مجتمعي. المنطقة الثانية هي منطقة الاندفاعية. الاندفاعية أي أنه لا يستطيع الطفل التوقف وأخذ وهلة للتفكير في الفعل الذي سيقدم عليه، وإنما يقوم بالفعل قبل أن يفكر. تظهر هذه في المدارس بشكل عام بأنه لا يستطيع الجلوس أثناء تقديم الدرس مثلا، لا يستطيع الجلسة في الحلقة الصباحية في الصفوف الدنيا، أن يكون لديه اندفاع قد يعرض نفسه إلى الخطورة لأنه لا يحسب أو لا يتبع أو لا ينظر إلى عواقب الأمور. فالدائرة الأولى قلنا بأنها التركيز، الدائرة الثانية الاندفاع بحد ذاته، الشيء الثالث وهو فرط الحركة الجسدية، أن يكون دائم التحرك والانتقال من مهمة إلى مهمة، لا يستطيع السيطرة على أعضاء جسده أو نظراته والالتفاتات والكلمات بحيث أنه يراعي الذوق المجتمعي أو حتى عملية التعلم واكتساب المهارة، فتجده دائما ما يكون مندفع على مستوى الحركة، على مستوى الشتات الفكري، وعلى مستوى الاندفاعية. هذه الأعراض عموما. نعم دكتور أيمن، ما أدري حتتفق معي ولا لا، لكن بالنسبة لفرط الحركة وتشتت الانتباه سابقا كنا دائما نقول الطفل شقي عنده حركة زايدة، بس ما نعرف فكرة تشتت الانتباه وفرط الحركة أنه اضطراب. اليوم أغلب المربين أنه ممكن يكون طفلي عنده فرط حركة، يعني وكأنه شيء بسيط أنه نصف الطفل بأنه عنده تشتت انتباه أو فرط حركة. كيف الواحد ممكن يعرف، وهل من الصحي أنه الأم دائما على طول تلقي على طفلها أنه عنده تشتت انتباه وفرط حركة من غير زيارة طبيب؟ شكرا أستاذة سارة على هذا السؤال الجوهري حقيقة. نتمنى أن تصل رسالة لكل المستمعين والمشاهدين. الفكرة بأنه الحد الفاصل ما بين الشيء المرضي، الحالة الطبية، الاضطراب نفسه، وما بين الشقاوة زي ما تفضلتي في الأطفال يكون على عدة مستويات. أول شيء أن يكون لهذه الأعراض التي سميناها آنفا يعني انعكاس سلبي على حياة الطفل وتطوره في البيئة الاجتماعية وفي الناحية الدراسية وفي الناحية اكتساب المهارة والمهارات الجانبية كالتخاطب واللغة. فمتى ما وصلت هذه الأعراض الاندفاعية وفرط الحركة وتقل التركيز إلى أنها تؤثر سلبيا في نمو الطفل في هذا الجانب المهاري، هنا لابد من عرضه على لجنة استشارية متخصصة. أما على النقيض، يعني نجد مؤخرا زاد استخدام هذه الكلمة، نجد المعلم أو المعلمة، أي طفل يتحرك أحيانا، وليس كل المعلمين والمعلمات، ولكن إجمالا نراها أي طفل يتحرك وهو في الحدود الطبيعية يوهمون الطفل والأهالي ويروعونهم بأنه قد يكون لديه فرط حركة وتشتت الانتباه، أو بعضهم يعطي التشخيص لا ابنك عنده فرط حركة وتشتت الانتباه، وهي بعيدة كل البعد. الفكرة بأن الطفل يعني شغلوا أي حاجة، الدرس كان أطول من اللازم، طريقة تقديم الدرس لم تكن جذابة بالشكل الكافي وتفاعلية مع الطفل. فإحنا من هذا المنبر يعني نوصي بعدم الاستعجال في وصم الحالات وترويع الأهالي بفرط الحركة وتشتت الانتباه، ولكن في حالة الاشتباه يرجى تحويلهم إلى القنوات الرسمية. السؤال الذي يعني نحاول إجابته الآن، من هو الذي يشخص هذا الشيء؟ كان في سؤال أستاذ عبد الإله. أكيد يعني، وأبغاك كنت تتحدث من اللي يشخص أيضا، تعرف هل هو ذهني، هل هو عصبي، يعني كيف يمكن خلينا نقول تخصيص هذا العارض؟ جميل جدا. الفكرة هو الاضطراب نفسه اضطراب نمو عصبي سلوكي، يعني يدخل فيه الجانب النفسي، الجانب التكويني العصبي، الفص الأمامي للدماغ المسؤول عن المهارات التنفيذية اللي هي التفكير، التخطيط، التركيز، هي تكون أضعف ما تكون عند ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. لكي يتم تشخيص الحالات هو تشخيص عيادي بناء على الأعراض، قياس الأعراض في جهتين مختلفة كالمدرسة والمنزل مثلا، أخذ أكثر من رأي أن نتأكد بأنها تسبب أعراض جانبية
ومشاكل لنمو الطفل المهاري والحركي أن يكون لا يوجد أعراض أخرى تفسرها أو مرض آخر يفسر هذه الأعراض كمشاكل القلق ومشاكل الخوف ومشاكل التوحد ومشاكل يعني الإشكالات الأخرى الشبيهة بفرط الحركة وتشتت الانتباه ومن جملتها صعوبات التعلم. فلا بد أن يكون التشخيص من طبيب استشاري متخصص في اضطرابات نمو وسلوك الطفل أو استشاري نفس أطفال مهر ودرس وتعلم وضبط طريقة التشخيص وعنده القدرة على استبعاد كل ما يشبه فرط الحركة وتشتت الانتباه في عملية تشخيص دقيقة قد تستغرق أكثر من جلسة، ثم بعد ذلك يتم الوصول إلى التشخيص الصحيح ومن ثم توجيه الأهالي وإرشادهم والكلام في العلاجات المهارية والتدريبية أو العلاجات والعقاقير الدوائية. نعم، طيب بالنسبة للكبار، هل تشتت الانتباه وفرط الحركة هو الشخص يكون مولود به ويبدأ في الظهور مع العمر، أو أنه ممكن يصاب بهذا الاضطراب يعني بعد سن معين؟ الاضطرابات النمائية جملة هي تكون من الطفولة، من التكوين الجنيني، من وضعية الدماغ من الطفولة، ولكن بسبب ضعف الوعي في الزمن الماضي أو أحيانا عدم وجود الأعراض بالشكل الشديد، قد يعني تكون خفيفة أو متوسطة، ويكون لدى الطالب أو الطالبة أو الطفل أو الطفلة قدرات عقلية جيدة، فهي يعني تستطيع تغطية الأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه. ولكن إذا جيت وطبقت المعايير، كثير من الناس تعاني، لا سيما بأنه في الفئة العمرية الأكبر ما بعد البلوغ وما بعده تتوقف فرط الحركة ويبقى معانا تشتت الانتباه وصعوبة التركيز وصعوبة الانضباط بالأنظمة المرورية والاندفاع في العلاقات الزوجية اتخاذ القرارات. لو طبقت المعايير عليه ستجد بأنه عنده فرط حركة وتشتت الانتباه، وكثير منهم إذا أخذ العقاقير وعملت له العلاج السلوكي المعرفي ومهارات ضبط النفس يتحسن ويقول لك الحمد لله رب العالمين، أنا كنت في معاناة طول الحياة ولكن الآن وصلنا إلى بر الأمان. واضح دكتور، لكن الطفل يلاحظ من طرف آخر، لكن الشخص بعد البلوغ كيف يلاحظ نفسه أن والله عنده هذه المشكلة حتى يذهب إلى الطبيب ويأخذ العلاج؟ لابد أن نوعي المجتمع بأنه إذا كنت تعاني من الأعراض الفلانية كعدم القدرة على التركيز، كالشتات الذهني الشديد جداً، كصعوبات إجراء محاورات في توبيك واحد أو في موضوع واحد، صعوبة إنجاز المهام التي تتطلب تفكير متسلسل، إذا كنت تعاني من ترتيب حياتك في جدولك الزمني، يعني بعضهم تجيه الأفكار كلها يبغى يسوي كل شيء في نفس الوقت لكن لا يمكن أن يكون لديه زي تشيك ليست أو قائمة المهام، أنا سأفعل النقطة ألف ثم باء ثم جيم ثم دال وهكذا. فإذا كان لديك مشكلة في هذه الأعراض هنالك مقاييس مسحية بسيطة، قد يكون استبصار الشخص نفسه وعلمه بأنه أنا أعاني خاصة في الفئة العمرية الكبيرة يقوم بالكشوفات المسحية، فإن وجد بأنه لا والله في تشابه في بعض الأعراض أعتقد بأنه يعرض نفسه على الطبيب المتخصص أو الأخصائي النفسي ابتداء على الأقل، وسوف يرشدوه بالشكل المثالي إن شاء الله. دكتور، الكشوفات المسحية اللي تحدثت عنها كيف الواحد ممكن يتعامل معها أو يحصل عليها أو يجربها؟ جميل جدا. في بالنسبة للقطاع الصحي هنالك في الرعايات الصحية الأولية في مبادرات وفي جهود لكشف لتوزيع المقاييس المسحية الكشفية، هنالك أيضا مشاريع تحت مجلس الضمان مجلس الصحي السعودي. أيضا في قطاع التعليم هنالك مبادرات لإعطاء المرشدين الطلابيين مقاييس المسح المبدئي، مقياس نسميه احنا فاندربيلت، وهو أكبر مقاييس شيوعاً في استخدامها في الفئة العمرية التي تكبر 5 إلى 6 سنوات. أيضاً هذا في القطاع الصحي وفي القطاع التعليمي. لا ما زلنا نحتاج رفع الوعي المجتمعي والاستخدام الوسائل التقنية والأسلوب الرقمي للوصول إلى كل بيت به طفل قد يكون لديه هذه الإشكالية لكي يقوم بالمسح المبدئي، لأنه الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر دائما ما يحمل أهم النتائج. واضح.